السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو برد، أنا قاعد جوه البيت ولابس الدولاب كامل. تعرفوا إن الدنيا بتمطر عندنا من امبارح، وفوق ده درجة الحرارة منخفضة جدا مع برد، ما أقولكوش على البرد اللي احنا شايفينه. المهم النهاردة فيديو ثقافي. فيديو ثقافي أول مرة أعمله، وهو هتكلم على مدينة موجودة هنا في الهند والمتعارف عليها بيسموها لكناو. لكناو اللي فيها المناظر دي ودي 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 ودي. أنا لغاية دلوقتي ما رحتهاش، بس أصحابي كانوا موجودين هناك وصوروا لي بعض المناظر هناك وبعض المناطق، فأنا حاليا هديكم شوية معلومات عنها وبعدين هندخل بقى في الفيديو. تعرف إن الهند كبيرة جدا وفيها مدن كتيرة ولغات كتيرة وأديان كتيرة جدا، فأنا ساكن في شمال الهند في منطقة اسمها عليجر. عليجر دي موجودة في محافظة اسمها أوترا برادش. أوترا برادش دي العاصمة بتاعتها بيسموها لكناو، اللي هي تقع في شمال الهند. لكناو هي أكبر مدينة موجودة في شمال الهند، وهي العاصمة بتاعت أوترا برادش. المساحة بتاعت لكناو، المساحة الكلية هي 631 كيلو متر مربع. الأجواء ودرجة الحرارة هناك ما بين 15 درجة مئوية إلى 20. هي أكبر مدينة فيها تجمع للفن والحضارة والعمارة في الهند. عدد السكان هو 3,500,000، 3,500,000,000 نسمة. أما بقى عن المسافة بين لكناو وعليجر، المدينة اللي أنا ساكن فيها، المسافة بين عليجر إلى لكناو تخيلوا كام؟ تعالوا نشوفها. 340 كيلو متر. أما لو عايز تروحها بالعربية، تروحها بالقطر، تروحها بالسكوتر، هتاخد وقت منك 7 ساعات. اما بقى لو انت عبيط وهبل وعايز تروحها مشي، هيكلفك 67 ساعة، يعني مش عارف كام يوم، يحسبوها بقى. دلوقتي هننتقل ليكم الى الفيديوهات بتاعت لكناو، اتمنى تعجبكم. يلا بينا. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم جدا وأتمنى الفيديو يعجبكم. للأسف أنا عايز أروح لكناو، ويوم من الأيام أكيد هروح وأصور هناك، بس أنا قلت
اخليكم متحمسين شويه واوريكم شويه عنها. ما تنسوش اهم حاجه بقى اللي هي اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا دايما بتلخبط فيها، وفعلوا زر الجرس. ايوه زر الجرس، وروحوا الفيديوهات بتاعتي القديمه وشوفوها، واستنوا الفيديوهات الجديده، ومع السلامه.